فيديو النهاردة هو الفيديو الثامن في سلسلة فيديوهات اندوكراين نظام جديد. هنتكلم عن البوستيريور بيتيوتري الجزء الثاني. في الجزء الأول اتكلمنا عن مقدمة للبوستيريور بيتيوتري والأوكسيتوسين بالتفاصيل. النهاردة هنتكلم عن الأنتي دايوريتيك هرمون. أنتي أول حرف فيها A، دايوريتيك D، وهرمون H. طبعا تسمية الهرمون ده ليها معنى مهم جدا. كلمة أنتي معناها ضد، أنا ضد الدايوريسز. اتفقنا قبل كده إن كلمة دايوريسز معناها بتزود اليورين فوليوم. أنا ضد إدرار البول، أنا بحافظ على المية في الجسم، ده مهم جدا. أنا بحافظ على الإكسترا سيلولار فلويد فوليوم. الـ ADH ده ذكرناه مع فيديوهات الكارديو فاسكولار السنة اللي فاتت، والنهاردة بنذكره في أكشنز مختلفة. وخلي بالك إن الأكشنز اللي هقولها للـ ADH بتخدم وظيفة محددة. أنا عايز أحافظ على الإكسترا سيلولار فلويد فوليوم. قبل ما ندخل في التفاصيل عايزين نمشي بنظام في هذا الفيديو. أول حاجة تهمني هو الكيمستري أوف ذا هرمون، ودي قلناها في مقدمة الفيديو اللي فات، إن الأنتي دايوريتيك هرمون ده هو بيبتايد بيتكون من 9 أمينو أسيدز، واتفقنا إن 9 باللغة اللاتيني اسمها نونا بيبتايد، واتفقت معاك قبل كده إن هو بيتشال عن نيورو فايزين 2، ونيورو فايزين في 1 أمينو أسيد، فلو شلت الواحد بتاع نيورو فايزين من 9 أمينو أسيد بتاع الأنتي دايوريتيك هرمون يبقى 8 أمينو أسيد أوكتا بيبتايد. اتفقنا إن الـ ADH المصنع بتاعه هو الهايبوثالاموس. فين بالظبط في الهايبوثالاموس؟ قلنا سوبرا اوبتيك نيوكليوس، هو ده مصنع للـ ADH. والنهارده هنتكلم امتى المصنع ده يشتغل وامتى ما يشتغلش. فالسوبرا اوبتيك هو مصنع للافراز. طيب المخزن فين؟ في البوستيريور بيتيوتري. طيب النهارده عايز افهمك معلومه مهمه قوي. انتي دايوريتيك هرمون في الاكشن بتاعه، الاكشنز بيبقى لها تقسيمتين، ليه دور رئيسي على الكدني على الكلى، وليه ادوار اخرى اكسترا رينال بيشتغل بره الكدني. فلما نيجي نتكلم النهارده في اول عنوان مهم جدا بعد المقدمه، نتكلم على الايفكتس او الاكشن اوف انتي دايوريتيك هرمون. خلي بالك الايفكتس بتاعتنا شرحتها مع فيديوهات الرينال، وهاجي ابسطها لك في فيديوهات الاندوكراين. في البدايه هو رينال ايفكت، ولما اجي اقول رينال ايفكت هتكلم على 3 عناوين عشان نمشي بنظام. يعني ليه 3 تأثيرات على الكدني، كل تأثير في مكان محدد. طيب ولو اشتغل بره الكدني اللي هي اكسترا رينال، تمام، برضو هنتكلم عن 3 آثار لشغله. يعني كل حاجة هتلاقي فيها 3 مهمة جدا. طب في البداية وانت بتقولي تأثيره على الكدني، عايزين نرسم الكدني مع بعض رسمة أساسية، ثم الرسمة دي ناخد منها جزء ونبتدي نشتغل. الكدني بتاعتنا بتبقى دي البداية اهي، المنظر اللي انتوا شايفينه. طبعا المنظر اللي انتوا شايفينه انا هنا بقول ده فيه جلوميرولس أساسية وعاملة زي طفت اوف كابيلاريز اهي بالمنظر ده. وطبعا الجزء ده هو
البومنز كبسول، ثم جزء متعرج اللي هو بروكسيمال كونفوليوتد توبيول المتعرج ده. طبعا الكلام ده شرحناه بالتفاصيل في فيديوهات الرينال. ثم بعد كده نيجي هنا اللوب اوف الهنل، ده الديسندنج اللي نازل اهو اللي انا برسمه، واللي طالع اسندنج، جزء منه بيبقى سن اللي هو ده الرؤية، وجزء بيبقى سك اسندنج لوب. ثم بعد كده نتكلم عن الديستال توبيول، الانابيب الابعد. ثم بعد كده ننزل الى كولكتنج دكت. الكلام ده هو الاساس بالنسبه لنا. طيب انا النهارده هتكلم على الاي دي اتش، هو بيشتغل فين الاي دي اتش؟ ادي اول مكان لشغل الاي دي اتش، ليت ديستال توبيول، اخر حته في الانابيب البعيده. خلي بالك المعرج ده بروكسيمال توبيول الاقرب، لا هو ملوش دعوه بيه، هو بيشتغل في اول مكان ليه في الافكتس الثلاثه على كدني، ليت ديستال توبيول. المكان اللي انتوا شايفينه ده رقم واحد، هنيجي نرسم الاكشن بتاعته هنا. يعني ايه؟ دكاتره الهيستولوجي قالوا لنا لو خدنا سكشن قطعنا بالعرض في هذا المكان ليت ديستال توبيول، هنلاقي المنظر بتاعنا اهو دايره. قالوا طب الدايره دي فيها ايه؟ قالوا الدايره دي في النص فيها اليومن التجويف، ده في النص. طيب وبعد كده نيجي نرسم مع بعض التكمله، في سيلز اهي، والسيلز بتاعتنا هتلاقي عامله زي الاهرامات البيراميدز المثلثات اهي، دي السيل. السيل بتاعتنا بيبقى بالمنظر ده اهي، عامله زي المثلث، والمثلث بيبقى له قمه ايبكس وليه قاعده اسمها بيز. طيب يعني انت عايز تقولي ان راس المثلث اهو الايبكس بيشاور ناحيه مين؟ ناحيه اليومن، النقطه دي ناحيه التجويف. طب والبيز اللي هو من تحت ده بيبقى ناحيه مين؟ ناحيه البلازما او الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم، النقط الحمراء اللي انا مبينها على البورد. يعني عايز تقول لي يا دكتور ان السيل بتشاور على مكانين ليها شباكين، شباك ناحيه اليومن وشباك ناحيه البلازما، اللي بره المنقط هو البلازما. طيب تعالوا بقى نرسم الرسمه بتاعتنا ونتخيل ايه اللي ممكن يحصل. اهو ادي الرسمه بتاعتي، دي السيل اهي، ده المنظر ده المربع ده، وهاجي بعد كده اعمل لك حاجه بلون ازرق عشان تتخيل معايا، اهي زي تعريج، ده المنظر بتاعي. طب انت قلت لنا ان ده السيل، وانهي جزء في السيل؟ ليت ديستال توبيول، اختصارها دي تي، ديستال توبيول. طيب وهنا من بره انا عندي البلازما بتاعتي، ومن الناحيه الثانيه انا عندي اليومن، وتعالوا نشوف الفكره ماشيه ازاي في الاكشن. بس قبل ما نقول الاكشن ماشي ازاي، دكاتره الهيستولوجي قالوا لنا معلومه مهمه، قالوا ان الايبيثيليوم، الايبيثيليوم بتاع الليت ديستال توبيول ما بيسمحش ان الميه تعدي فيه بسهوله، ما بيمررش الميه. هتقول لي يعني ايه يا دكتور ما بيمررش الميه؟ هو انتي دايوريتك، بيحافظ على البلازما فوليوم، يعني عايز يمتص الميه، تخصصه ميه مش ملح. يعني انت عايز في النهايه يبقى البلازما فيها H2O. طب ده انا اجيبه منين؟ لازم اليومن يبقى فيه ميه يتحرك الى السيل، ومن السيل الى البلازما. بس المشكله ان انا عندي الممبرين ده، وده اسمه ايبيكال ممبرين. ليه؟
لانه الايبكس القمه بتشاور ناحيه اليمن، يبقى البوردر ده هو الابيكال ميمبرين، جزء الغشاء اللي بيكون ناحيه الايبكس اوف ذا سيل، ده الابيكال ميمبرين بتاعي. مش من السهل ان الميه تعدي من خلاله، عشان كده دكاتره الهيستولوجي قالوا المعلومه المهمه، ابيكال ميمبرين هاز جوت تايت جانكشن، يعني هنا الرابطه رابطه محكمه ما تعديش الميه في هذا المكان. طب انا اعمل ايه؟ بصوا بقى العظمه اللي ربنا عملها، جه الانتي دايوريتيك هرمون في البلازما، ما هو خرج من البوستيريور بيتيوتري، مسك في الريسبتور هنا، في ريسبتور اللي هو الازرق الدايره الزرقاء على الليد ديستال توبيول سيل، الريسبتور مسك في الاي دي اتش. طب قبل ما نيجي نكمل كلامنا، هو الاي دي اتش كان نوع الهرمون ده ايه؟ يدوب في الميه ولا يدوب في الدهون؟ تقول لي لا، ده كان بيدوب في الميه، يعني بنقول عليها، بص بقى الجمله، هيدرو فيليك. طب ليه الكلمه دي تفرق معايا؟ لان انا في مقدمه الاندوكراين انا قلت لك لو انت بتدوب في الميه يبقى الريسبتور بتاعك موجود على الاوتر سيرفس، لو انت بتدوب في الدهون كنت عديت الليبيد باي لاير لوحدك بتاع السيل، وكان الريسبتور مستنيك جوه السيتوبلازم، والكلام اللي قلناه زمان. طيب اسم الريسبتور ايه؟ اسم الريسبتور عشان تفهمه يبقى لازم تعرف اولا ان الاي دي اتش له اسم اخر بين قوسين، وده اللي قلناه الفيديو اللي فات، اسمه فازو بريسن، فاكر التسميه دي قلناها، وقلناه اسمه كمان بريسو فايزين. طب نركز على ده، فازو معناها فيسل، وبريسن معناها بريشر، انا اللي بضيق الفيسل، يعني انا اللي بعلي الضغط. طب سؤال، طب ليه انت فكرتنا باسمه التاني؟ هقول لك، لان الريسبتور ده اسمه في 2. تقول لي ايه ده، انا كده ابتديت افهم، ما هو الفي هو اول حرف من كلمة فازو بريسن. طب يا دكتور ليه 2؟ يبقى اكيد ان في فازو بريسن 1، في في 1 وفي في 3، والكلام ده هنقوله النهارده. طب انا مسكت في في 2، طيب نكمل بقى الكلام بتاعنا. طب ايه رايك بقى ان في 2 ده ماسك من جوه هنا في جي بروتين اللي شرحناه في المقدمه، وقلنا ان الجي بروتين عباره عن ثلاث اجزاء، الفا وبيتا وجاما، وقلنا ان الالفا هي اللي بتنفصل، ارجع معايا في فيديو المقدمه هنا في القناه، والالفا لما بتنفصل بتاخد، كان بتاخد الطاقه بتاعتها. يعني ايه؟ الجي بروتين ده ماسك كمان من هنا الجزء ده في انزيم هنيجي نعمله بالازرق مثلا، نتخيل ان ده الانزيم من جوه، واسم الانزيم اللي انا بظلله ده ادينايل سايكليز انزيم. اتفقنا حسب الانزيم اللي عندك هتشتغل بسكند ميسنجر، طالما ادينايل سايكليز انزيم هيتنشط فيحول ايه لايه؟ تقول لي خلاص، يحول اي تي بي ادينوزين تراي فوسفيت لسايكليك اي ام بي. طب السايكليك اي ام بي هو السكند ماسنجر اللي جوه الليت ديستال توبيول سيل. طب احنا اتفقنا ان اي سكند ماسنجر قبله انزيم، الانزيم ده هو اللي كون السايكليك ام بي، طب وبعده هو هينشط انزيم، يعني السايكليك اي ام بي قبله انزيم يصنعه وبعده انزيم السايكليك ام بي هينشطه، فالسايكليك ام بي هنا اكتيفيتس بروتين كاينيز
ايه ده اختصار. واتفقنا بروتين كاينيز يبقى دوره ايه؟ بينقل ايه لايه؟ ينقل الفوسفيت الى البروتين علشان يبقى اكتيفيتد. طب حضرتك قصدك على انهي بروتين؟ هي الدايره اللي انا هرسمها دلوقتي. الدايره اللي انا هرسمها دلوقتي هو ده البروتين بتاعنا، وهقول لك على اسمه. بس في البدايه اعرف ان البروتين اهو في دوائر كده حمراء، والدوائر الحمراء دي هنعرف اهميتها دلوقتي. بالظبط ايه الحاجات الحمراء دي؟ حاجات الحمراء هي قنوات الميه اللي احنا عايزين ننقلها من هنا نوديها للإبيكال ميمبرين. طيب اسم المكان ده ايه؟ اسم البروتين ده ايه؟ ليه اسم مهم جدا، اسمه اكوا بورين، اللي هو المنظر اللي احنا رسمناه دلوقتي. كلمة اكوا معناها مية، حتى نقول لك مية معدنية اكوا، وبور هو الثقوب او الفتحات، وإين هو بروتين. عملنا قنوات مية، بس خلي بالك قنوات المية دي موجودة في الاندوزوم، انا عايز انقلها الى السيل ميمبرين. عشان كده كتب الفسيولوجي قالوا فكرة نقل الاكوابورين اسمها ترانس لوكيشن. الكلام ده مهم جدا، انا عايز انقلك من الاندوزوم الى السيل ميمبرين. فبص بقى معايا، هيبان في السيل ميمبرين المنظر ده، حاجه امسح عشان اوضح الفكره. الاحمر اهو دي قنوات ميه، وامسح الحته دي اهي، وادي قناه ميه تاني، وهنا وادي قناه ميه. ده انا بعمل قنوات ميه كتير في الابيكال ميمبرين عشان تبقى متخيل معايا المنظر ماشي ازاي. كل هذا الكلام في غاية الأهمية، دي قنوات مية كلها. طب فكرة قنوات المية ليه؟ علشان الووتر يعدي من اليومن أهو كده، يعدي عن طريق القنوات دي للسل على طول. كل الفتحات الحمراء دي، البوابات الحمراء دي، دي قنوات المية بتاعتنا، تعدي من اليومن للسل. ومن السل المية تعدي فين؟ تعدي إلى البلازما. يبقى إذن دي أول أكشن للأنتي دايوريتيك هرمون، كارينا الإفكت هنكتب هنا إنه بيزود الووتر ري أبزوربشن، يزود إعادة امتصاص المية في الليت ديستال توبيول. هذا كلام في غاية الأهمية، لازم نبقى واخدين بالنا منه كويس. ده أول أكشن بالنسبة لنا. خلي بالك أنا اعتمدت في الأكشن ده على السايكليك اي ام بي. هتقولي طب ليه يا دكتور بتنبه؟ لأني الاي دي اتش هيبقى له أكشن بس باستخدام الكالسيوم، وده احنا لسه هنقوله. على فكرة الأكوا بورينز أو قنوات المية دي ليها أنواع، في أكوا بورين من 1 إلى 9، ولكن قنوات المية هنا هو رقم 2، أكوا بورين 2. وعشان ما تنسهاش في 2 مع أكوا بورين 2، أنا اعتمدت على فازو بريسن ريسبتور 2، يبقى إذا أنا بزود جوه السل الأكوا بورين 2. نيجي للأكشن التاني على الرينال. أكشن التاني على الرينال في هذا الجزء، ايه الجزء ده؟ حضرتك قلت لنا ان الممر الاحمر بيمثل كولكتنج داكت. الكولكتنج داكت متقسمه لجزء خارجي وجزء داخلي. خلي بالك الجزء الخارجي بنسميه اسم كورتيكال، جاي من كلمه الكورتكس او القشره. كولكتنج داكت اول حرف سي وتاني حرف دي، كولكتنج داكت. قصة مشيت ازاي؟ الانتي دايوريتيك قال لنا انا بزود الووتر ري ابزوربشن، هو بيشتغل
في اخر حته في الديستال، ويشتغل كمان في الكورتيكال كوليكتنج داكت. قلنا له طيب ماشي، زود امتصاص الميه. قال بس في المقابل البوتاسيوم هيترمي في اليورين. قلنا طب وايه يعني ما يترمي في اليورين؟ بنتخلص من البوتاسيوم. قال لا، ده هيمنع الكيدني انها تتخلص من البوتاسيوم الزياده بعد كده. ما هو طالما انت بترمي بوتاسيوم في اليورين، يعني تخيل كده اليورين بتاعنا فيه بوتاسيوم زايد، هل يا ترى الكيدني هتقدر ترمي بوتاسيوم بعد كده في اليورين زي ما هي عايزه؟ ما اليورين اتملى بوتاسيوم، يبقى معنى كده الكيدني مش هتقدر، خلي بالك، انها تتخلص من البوتاسيوم. يبقى ده معناه انه هيقل التخلص من البوتاسيوم. تقول لي طبعا بقى في زياده منه في اليورين. كلمه التخلص من البوتاسيوم بنسميها كلمه بوتاسيوم سكريشن، عكس المصطلح المتعارف عليه في الجي اي تي. في الجي اي تي لما نقول سكريشن ده معناه ان انت بتفرزه في الدم، لا ده هنا معناه ان انا اتخلص منه. فالكيدني قالت انا هقلل امتصاص التخلص، قصدي اسف، من البوتاسيوم، انا هقلل البوتاسيوم سكريشن. فرد الاي دي اتش وقال لا، انا هزود البوتاسيوم سكريشن عشان اصلح المشكله اللي اتعملت. يعني هو زاد البوتاسيوم في اليورين، فالكيدني قالت انا هبطل اتخلص من البوتاسيوم. فرد الاي دي اتش على الكيدني قال لها لا، ازاي؟ انا الخطوه دي انا همنعها. عشان كده في المراجع يقولوا كلمه ايه؟ انتاجونايز نقص البوتاسيوم سكريشن. انا ضد الخطوه دي، انا عايز البوتاسيوم يبقى سكريتد باستمرار في اليورين. يبقى ده الاكشن التاني في الكورتيكال كوليكتنج داكت. نيجي للاكشن التالت، قال لك انا بقى هشتغل على الكوليكتنج داكت اللي من جوه. ما انا عملت ده الخط الفاصل، في جزء من بره وجزء تحت القلم، ده اللي جوه. الجزء اللي جوه رقم 3 ده على السهم هسميه مضلري، وكلمة مضلة يعني جوه، كوليكتنج داكت، زي ما اجي اقول لك ادرينال مضلة. طيب ايه اللي بيحصل بقى في هذا الجزء الداخلي؟ هقول لك، الجزء الداخلي ده نازل فيه في رقم 3 يوريا. اليوريا اللي هي الاند برودكت للبروتين، اليوريا. هتقول لي اليوريا دي مهمة؟ هقول لك جزء منها مهم جدا. ازاي؟ اليوريا بتساعد الاملاح على امتصاص الميه. يعني بمعنى انا عندي هنا صوديوم املاح، طب يا دكتور الصوديوم اللي عندي هنا ده فين بالظبط؟ مش ده اللوب اوف هينل؟ تقول لي اه، الاسندنج، وده الكوليكتنج داكت. اه، الفراغ اللي انا حاطط ايدي عليه ده اسمه انتر استيشيال فلويد، شرحناها في فيديوهات الرينال، انتر ستيشيال فلويد، الفلويد اللي بين التيشو سبيسز. يعني كأن ده سبيس في الكلى، وده سبيس، وده ما بينهم، انترستيشيال. ففي ملح موجود هنا، الملح ده عايز يسحب ميه، لان خلي بالك الميه بتتسحب بكذا طريقه، مش في ميه موجوده هنا؟ الاي دي اتش بيعمل لها ايه؟ السهم ده شغل الاي دي اتش، بيعمل لها ري اب زوربشن. مين اللي يساعده؟ الاملاح. لو ترجع لاول فيديوهات الفسيولوجي في الانترودكشن، قلت لك اني معادله الاوزمولاريتي بتعتمد اساسا على الصوديوم، وبدرجه اقل جلوكوز، وبدرجه اقل بلاد يوريا نيتروجين. يعني انت عايز تقول لي ان اليوريا لازم تتحرك وتروح هنا مع الصوديوم، تتحرك للبلازما. انا لازم اعمل لليوريا ايه؟ رياب زوربشن. ايه ده؟ هو انت هتعمل لليوريا اعاده امتصاص يا اي دي اتش؟ قال لك اه. قلنا له طب ليه؟ قال علشان يساعد الصوديوم انه يمتص الميه باي اوزموزس.
يعني الاي دي اتش قال لنا انا مش شغال لوحدي للحفاظ على الميه، لا ده انا اساعد اللي يساعدني. اليوريا لما تبقى هنا في الانتر ستيشيال فلويد، يوريا ري اب زوربشن، لازم ارجعها للدم، اعمل لها اعاده امتصاص، احافظ عليك يا يوريا. ولما هناخد في فيديوهات الرينال بعد كده، اليوريا بتمتص هنا في البروكسيمال توبيول، تنزل في الديسندنج لوب لا تمتص، السندنج لوب لا تمتص، للديستال لا تمتص، كورتيكال كوليكتنج داكت لا تمتص، ميدلري كوليكتنج داكت يلحقها الاي دي اتش في النهايه، يقول لها انا همتصك عشان تساعدي الصوديوم. طب السؤال يا اي دي اتش، انت عملت كده ازاي؟ يعني ازاي رجعت اليوريا هنا من اليومن الى البلازما؟ اصل خلي بالك الابيسيليوم بتاع الميدلري كوليكتنج داكت لا يسمح بمرور اليوريا من هنا لهنا، فقال لك انا هعمل حاجه جميله جدا. بص اما دام مسحت تعرف الحكايه، قال لك انا لازم ازرع هنا، اعمل انسيرشن، احط شيال، احط ترانسبورتر. الترانسبورتر ينقل اليوريا من المدلري كوليكتنج داكت الى الانترستيشيال فلويد، فسميناها يوريا ترانسبورتر، يوريا ترانسبورتر 1. انا عايز الطلبه الشاطره اللي بتتابعني في فيديو النهارده تلاحظ معايا حاجه مهمه جدا، ان الاي دي اتش اشتغل في اخر اجزاء الكلى، اخر الاجزاء ليت ديستال، زودت امتصاص الميه باكوا بورين 2 وشرحنا الميكانيزم. اتنين كورتيكال كوليكتنج داكت، قدرت ان انا اقلل امنع الكلى انها تقلل التخلص من البوتاسيوم، انا زودت بالعكس بوتاسيوم سكريشن. رقم ثلاثة وده مهم جدا، اليوريا قدرت انقذها وارجعها للانترستيشال، ان انا عملت انسيرشن، وضعت شيال هنا في المدلري كوليكتنج داكت اسمه يوريا ترانسبورتر 1. طب ليه يا دكتور الاي دي اتش اشتغل في اخر جزء من الكلى؟ لان اخر جزء في التظبيط النهائي لليورين، بنسميها في الطب فاينل ادجستمنت، اللي عايز يظبط بيظبط فاينل في اخر جزء من الاناتومي. وخلي بالك الرسمه دي كلها طبعا اسمها نفرون، كل الرسمه اللي انا عاملها على البورد بتاعه الكدني، النفرون الوحده الوظيفيه للكليه، بدايتها من الجلوميرولوس ونهايه طبعا كوليكتنج داكت ويوريتر وبلادر وهكذا، هو الرسمه دي كلها اسمها نفرون. الكلمه دي خليك فاكرها عشان هنحتاجها بعدين. طيب يبقى كده دول الثلاثه الاساسيين، بس لو جينا تعمقنا اكتر، الاي دي اتش بيشتغل على الرينال، ركز بقى معايا، انت قلت ثلاثه، ثلاثه على ايه؟ على توبيولار ليومن. خلي بالك كلامنا عن التجويف، سواء للديستال توبيول سيل، سواء كورتيكال او ميدلري كوليكتنج داكت، كلامنا عن اليومن ده الشغل الاساسي. وممكن اشتغل كمان على رينال فيسلز، على الاوعيه الدمويه. هتقول لي يعني ايه اشتغل على الرينال فيسلز؟ اكتشفوا ان في ريسبتور، خلي بالك موجود هنا في الجلوميرولاي، هذا الريسبتور هو اسمه في 3. هتقول لي الله هم الفين في 1 لسه لغايه دلوقتي ما ظهرش، لسه هنتكلم عليه. فانا عندي فازو ريسبتون ريسبتور 3، ده موجود على الاوعيه الدمويه بتاعه الكدني. الله طب ده دوره ايه؟ الاي دي اتش بيمسك فيه ليه؟
قال لك عشان اطلع مادة تشتغل عكسي. ايه ده؟ تشتغل عكسك ليه؟ هقول لك تشتغل عكسي ليه. الاي دي اتش دوره الاساسي فازو كونستريكشن، بيضيق البلاد فيسلز. طب هو انا من مصلحتي ككلى ان الفيسلز بتاعتي تضيق، ولا البلاد فلو اللي واصل لي يكون زياده؟ انا عايز الفلو اللي واصل لي من هنا في شريان هنقوله بعدين، عايزه يبقى واسع، لازم يبقى واسع. كل ما ده يبقى واسع هيوصل دم اكتر لمين؟ للجلوميرولوس. يعني انا من مصلحتي ان يحصل فازو دايلاتيشن. وشوفوا من عظمة ربنا ايه اللي بيفضل يضيق يشغل المادة اللي بتعمل عكسه علشان يزيد الرينال فلو، عشان اضمن رينال بيرفيوجن، تدفق كافي للكلى. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك الاي دي اتش اشتغل على فازو ريسبتور 3 او فازو بريسن ريسبتور 3 علشان يطلع ماده هقولها كلكم عارفينها من البايو اسمها بروستاسايكلين بي جي اي 2. هو ده البروستاسايكلين. معقوله؟ اه. والبروستاسايكلين دورها ايه في الاساس؟ فازو دايليتور. يعني انت شغلت الماده اللي بتعمل عكسك لضمان استمرار الرينال فلو، لضمان استمرار الدم الى الجلوميرولوس. شوفوا عظمه ربنا. وفي الفسيولوجي في امثله كتير على كده، ان انا اشغل الانتاجونيستك عشان نوصل لهوميوستيزيس معين، لثبات معين. ما انا لو ضيقت البلاد فيسلز الفلو يوصل ازاي؟ لا، فشغل الماده اللي بتشتغل عكسي عشان اضمن رينال بيرفيوجن. طيب تاثيره اكسترا رينال، اول تاثير ليه هتقول انا عارفه على البلاد فيسلز. تقول لي الله، طب استنى بقى، ايه الفرق بين بلاد فيسلز اللي حضرتك بتتكلم عليها دلوقتي وما بين الخطوه دي؟ هنا كنت بتكلم عن رينال فيسلز، أوعية الدموية بتاعت الكلى، بتكلم بشكل خاص. ولكن البلاد فيسلز اللي أنا حطيتها هنا هو سيستميك فيسلز، الأوعية الدموية بصفة عامة. دوري الأساسي فازو كونستريكشن. طب وهنا بقى نسأل السؤال المهم، إزاي الـ ADH قدر إنه يضيق البلاد فيسلز بصفة عامة السيستميك ازاي؟ الفكرة بسيطة قوي. هنا في ريسبتور، خلي بالك اسمه في 1. تقول لي خلاص هو ده الفي 1 بقى، فازو بريسن 1. شوف معايا على البورد في 1 على السيستميك فيسلز، في 2 على الليت ديستال توبيول، في 3 على الرينال فيسلز. ده التقسيمه. وعلى فكره الفي 1 كمان ممكن نلاقيه في الليفر والبرين، في 1 اي. طب السؤال، هو ازاي هيشتغل على الفيسل؟ يعني مين السكند ماسنجر اللي جوه الفيسل اللي هيكمل الرياكشن؟ قبل ما اجاوبك على السؤال ده انا اللي هسالك سؤال، هو بيعمل ايه؟ تقول لي فازو كونستريكشن، ينفع كونتراكشن بسايكليك ام بي؟ تقول لي لا، الكونتراكشن لازم يحصل بسبب وجود كالسيوم. طب نرجع بقى الفيديو المقدمه، هو الكالسيوم يشتغل ازاي كسكند ماسنجر؟ هتقول لي هيمسك الهرمون في الريسبتور ادي في 1، ومن جوه انا عندي الدايره دي جي بروتين اللي انا بظللها، وبعد كده انا عندي هيعمل اكتيفيشن لده فوسفو لايبيز سي، والفوسفو لايبيز سي كان بيكسر لو نفتكر مع بعض بي اي بي 2 الى مادتين. مين البي اي بي 2؟ فوسفاتيدايل ده بي، والاي
إينوزيتول داي فوسفيت، أكسره إلى حاجتين أي بي 3 إينوزيتول تراي فوسفيت وداج داي أسايل جليسرول. وخلي بالك من معلومة مهمة جدا أنا عايز أقولها، إنه الإينوزيتول تراي فوسفيت ده هو اللي مسؤول عن الكالسيوم ريليز. لو تفتكر الكلام اللي قلناه قبل كده من الاندو بلازميك ريتيكولوم، ولما الكالسيوم يبقى ريليز كسكند ماسنجر هنا ينشط بروتين كاينيس، بدل ما اقول ايه هقول سي. طب والبروتين كاينيس سي من اسمه كاينيز هينقل الفوسفيت الى البروتينات اللي موجوده هنا. هنا فين البروتينز بتاعتنا؟ فاكر انا عندي سموث ماسلز اللي هي معرجه دي بالازرق، لايننج ذا وول، فيها اكتين وميوسين. خلاص يا دكتور فهمت، ما هم دول الكونتراكتايل بروتينز، فبالتالي هيقربوا من بعض لما يبقوا اكتيفيتد فيحصل فازو كونستريكشن، هنضيق الفيسل. علشان كده ما تستغربش لما تسمع ان ADH اسمه الاخر فازو بيريسن، جايه من كلمه فازو كونستريكشن، فدي اول اكشن بالنسبه لي. بس خلي بالك على الرغم انه بيضيق الفيسل لكن تاثيره ماينور، تاثيره قليل قوي مقارنه بمين؟ بالسمباثاتيك نيرفس سيستم اللي شرحناه في فيديوهات الاوتونوميك، ومقارنه بالرينين انجيوتنسين سيستم. خلي بالك فاكر لما شرحنا في فيديوهات الكارديو فاسكولر ان الكيدني لما بيحصلها اسكيميا والبلاد فلو بيقل بتطلع رينين، وده انزيم، والرينين ده يشتغل على سبستريت اسمه انجيو تنسينوجين، وده طالع من الليفر، يحوله لمادة اكتف انجيوتنسين 1. والانجيوتنسين 1 كان بيتنشط لانجيوتنسين 2 عن طريق انزيم طالع من الاندوثيليوم اوف بالمونري كابيلاريس اللي اسمه، وده مهم جدا، اسمه انجيوتنسين كونفرتينج انزيم ACE، والانجيوتنسين بقى 2 من اسمه انجيو يعني فيسل، وتنسن جاي من كلمه تنشن يعني يضيق الفيسل فيعلي الضغط. الكلام ده مهم جدا نبقى احنا عارفينه. طيب نيجي بقى للاكشن التاني بتاعه. الاي دي اتش ليه علاقه بعوامل التجلط، ده مهم قوي، ده بيشتغل على الفاسكولار اندوثيليوم. ولو تفتكر في فيديوهات البلد من قبل قلت لك الاندوثيليوم بتاع بلد فيسلز بيفرز ايه. خلي بالك انا لما اشتغل على الفاسكولار اندوثيليوم انا بشغل فاكتور 7 والفون فيليبراند فاكتور. يعني اذا طب يا دكتور الفون فيليبراند انت قصدك اللي هو الفي دبليو اف؟ طب ما هو الفي دبليو اف ده كان مهم جدا، فاكر بيشتغل ككوبري بين البليتلتس والكولاجين، وكان ليه دور في البليتلت بلج فورميشن، لو اتقطع البلاد فيسل كنا بنعمل هيموستيزس، ايقاف النزيف ده بكذا طريقه، فازو كونستريكشن فاكر نيرفس ميكانيزم، ودور البليتلتس وكلوتينج فاكتورز. فقال لك انا اساعد في بليتلت اجريجيشن، ممكن اساعد، ممكن اساعد في البليتلت بلج كعمليه بصفه عامه، اساعد في الكلوتينج كمان، ده مهم جدا. عشان كده هو مش بيضيق وبس، ولو تلاحظ معايا الوظائف متكامله. انا اي دي اتش انا بتفرز اثناء النزيف، ده مهم قوي، لان انا بفقد اكسترا سيلولار فلويد فوليوم عشان اعمل ووتر ري ابزوربشن في الليد ديستال توبيول.
هنا في الليد ديستال انا دوري الاساسي ان انا بقلل الووتر لوس، بقلل فقدان الميه. خلي بالك ده دوري الاساسي، وهنعرف ان هو الاي دي اتش ده بيشتغل على الميه بكذا طريقه، يعني هو يقلل الووتر لوس. خلي بالك وليه علاقه بالووتر جين. يعني ايه ووتر جين؟ انا عايز اشرب ميه، مركز العطش ليه علاقه ان انا اشغله، هنشوف الكلام ده ازاي. وهنا برضو طالما في نزيف، طب ما انا لازم اسد النزيف. هو احنا بنضيق بس الفيسل وخلاص؟ لا، عايز اوقف النزيف بجميع الطرق الممكنه. اضيق الفيسل، اشغل الكلوتينج فاكتورز، اعمل بليتلت اجريجيشن. فليه كذا طريقه. طب ده الاكشن التاني، وحضرتك قلت لنا اكسترا رينال افكت، هما ثلاثه. طب فين بقى الاكشن التالت؟ هقول لك الاكشن التالت برضو وقت النزيف. تقول لي ايه ده؟ هو وقت النزيف ما خلاص يا دكتور، هو ضيق الفيسل وشغل البليتلتس خلاه يبقى فيه بلج فورميشن، السداده الصغيره اللي بتسد القطع الصغير في الولو فيسل، وشغل فاكتور سبعه كاكسترنسك كلوتينج واسوي. خلاص كفايه. قال لا، هو انت لما بتنزف هل ده ستريس ولا لا؟ قلنا ده ستريس، الجسم بيتعرض الى توتر. ما هو كلمه ستريس مش شرط تبقى امتحان وبس، اي حاجه بتبوظ ميزان الهوميوستيزيس عندك ده اسمه ستريس. ده مهم جدا. فقال خلاص انا وقت الاستريس انا محتاج المسلز مثلا تستهلك فات اكتر، عايزها تكسر فات الى فاتي اسيد، عايزها تشغل سورس اوف انرجي، تشتغل بمصدر طاقه ليها. ان خلي بالك الجلوكوز احنا موفرينه للبرين. طيب في فيديو المقدمه لو تفتكر قلت لك في هرمونات معينه بتتفرز وقت الاستريس، لما تروح شغلك الصبح او بالليل يتفرز هرمون يساعدك للمواجهة اسمه كورتيزول. واتفقنا ان الكورتيزول ده انتي استرس هرمون. انا بواجه التوتر ده بايه؟ بطاقة اعلى. لو حصل نزيف اواجهه بايه؟ اضيق الفيسل. تقولي طب ايه علاقة الاي دي اتش بالكورتيزول؟ عايزك تفتكر معايا فيديو البوستيريور بيتيوتري بارت 1، الفيديو اللي فات قلت لك ايه الحكمه ان الاي دي اتش يتصنع في السوبرا اوبتيك ويتخزن بوستيريور بيتيوتري. في جزء من الاي دي اتش هيتسرب من الميديان امينانس اوف هايبو سالامس ويروح من البورتال سيركيوليشن. وهنا اقفوا معايا في هذا الكلام. بورتال سيركيوليشن يا دكتور دي كانت الوصله اللي ما بين الهايبوثالاموس والانتيريور بيتيوتري. ايه ده؟ يعني انت عايز تقول ان في جزء هيتسرب ويروح الانتيريور بيتيوتري؟ الاي دي اتش هيروح عن طريق البورتال سيركيوليشن الى الانتيريور بيتيوتري. طب والانتيريور بيتيوتري دي كان فيها بيزوفيل سيلز كان اسمها كورتيكو تروب. افتكر معايا كورتيكو ده رمز لمين؟ للادرينال كورتكس، الغده دي. طب وتروب يعني منشط، يعني الخلايا دي الاي دي اتش هينشطها، اسمها كورتيكو تروب. طب الخلايا دي بتطلع ايه؟ A C T H، قلناها في المقدمة، بتطلع هرمون اسمه أدرينو كورتيكو تروفيك هرمون. هطلع هرمون ينشط الأدرينال كورتكس علشان يفرز لي كورتيزول. خلي بالك ده الأكشن التالت عندي. يعني عايز تقول لي
ان ال اي دي اتش هيبقى كو سكريتد ويز كورتيزول. قال لك انا هتفرز مع الكورتيزول. عشان كده المراجع الكبيره قالوا معلومه مهمه قوي، قالوا هنعتبر ال اي دي اتش انه بيشتغل كانه هايبو سالاموس، ما هو اللي نشط الانتيريور بيتيوتري وبالاخص الكورتيكو تروب انه يفرز اي سي تي اتش. يعني انت يا اي دي اتش هكتب بين قوسين هتشتغل كانك هايبو سالاموس. طب ما هو الهايبو سالاموس كان بيفرز لي سي ار اتش. ده ايه ده؟ ايه سي ار اتش ده؟ سي اول حرف من كلمه كورتيكو، والار ريليزنج، والاتش هرمون، كورتيكو تروبيك ريليزنج هرمون. يعني انا هفرز الهرمون اللي المفروض انه ينشط الادرينال كورتكس، فانا هشغل الانتيرو بيتيوتري تطلع اي سي تي اتش عشان يطلع كورتيزول. ده الاكشن التالت. شوفوا عظمه ربنا في ايه، طالما ان في بليدنج دلوقتي احنا عايزين الكورتيزول يتفرز عشان يعمل فازو كونستريكشن، ومش لوحده وكمان مع اي دي اتش. ايه ده؟ يعني ده كانه سينرجيستيك افكت. انا هطلع اللي يشتغل زيي، تعالوا نساعد بعض اكتر لان احنا في مرحله ايه؟ ستريس. يبقى الاكشن التالت هنكتبه هنا في الاكسترا رينال هنا استرس. يبقى نقول بقى الاكشنز بتاعتنا علشان ما انتهش. اشتغل على الرينال ثلاثة اكشنز على التوبيولر ليومن، زود الووتر ري ابزوربشن من الليت ديستال توبيول وشرحناها، اشتغل على الكورتيكال كولكتنج دكت وزود البوتاسيوم سيكريشن، اشتغل على المدلري كولكتنج دكت وزود اليوريا ري ابزوربشن عشان يساعد الصوديوم عشان يسحب الميه بالاوزموزس، وعن طريق ان هو حط هنا او زرع يوريا ترانسبورتر 1، اشتغل على الرينال فيسلز عن طريق الفازو بريسن 3 ريسبتور، وخلاه النتيجه نكون بروستا سايكلين ويحصل فازو دايلاتيشن البي جي اي او يقول لك بي جي اي 2 تمام، وتاثيره اكسترا رينال كان 3. اشتغل على البلاد فيسل، ضيقها بسكند ماسنجر هو الكالسيوم، وقلنا ازاي يتكون ولما تكون اشتغل ازاي، وده فازو بريسن ايه 1، وقلنا ان الفي 1 اي في الليفر والبرين. اشتغل على الفاسكولار اندوثيليوم وده تكمله شغله لايقاف النزيف علشان يزود الفون فيليبراند فاكتور ينشطه، اللي بيشتغل ككوبري بين البليتلتس والكولاجين. واتفقنا في فيديوهات البلد السنه اللي فاتت الكولاجين هو الاسمنت، يبان لما الفيسل يتقطع، فاحنا عايزين نرجع الاسمنت في مكانه في جدار البلد فيسل، واللي بيعمل كده هو الفون فيليبراند فاكتور اللي ال ADH شغله، وكمان شغل فاكتور 7 يساعد في الكلوتين. ده مش بس كده، قال انا كمان عايز اتفرز مع الكورتيزول. قلنا له بس الكورتيزول ده بيطلع من الانتيريور بيتيوتري، وانت يا اي دي اتش متخزن في البوستيريور بيتيوتري. قال مفيش مشكله، انا جزء مني هيتسرب ويروح للبورتال سيركيوليشن، يشغل الانتيريور بيتيوتري الكورتيكوتروب بالاخص، يطلع اي سي تي اتش، يفرز الكورتيزول علشان نشتغل مع بعض كانتي ستريس. في معلومه مهمه انا ببقى عايزك تعرفها، الاي دي اتش ده هرمون الجسم بيفرزه، ولكن انا ممكن اديلك حقن تشتغل كانها اي دي اتش. هتقول لي معقوله؟ في حقن مشهوره جدا وتعرفوها مع الفارما اسمها ديكادرون،
دي حقن على فكرة، دي حقن، والحقن دي بتبقى لايف سيفنج. خلي بالك هتقول لي الله بس الديكادرون ده في جزء فيه كورتيزول، اقول لك ايوه. طب وانا هدي ليه؟ ما انت لسه عارف ان الكورتيزول هيشتغل مع الاي دي اتش كانتي ستريس. انا عايز اواجه اي خلل الجسم بيتعرض له، ما هو البليدنج ده ستريس. عشان كده بنقول ان الحقنه دي از لايف سيفنج، انا بنقذ بيها حياتك. ولكن العيب دايما في الاستخدام بتاع الاي دي اتش في العالم ان هو بيضيق كل الفيسلز من ضمنها الكوروناري فيسلز، الشريان التاجي، يعني ممكن يعمل مايوكارديال اسكيميا، نقص الدم في المايوكارديا. يعني اي بليدنج نزيف في الجي اي تي اديني اي دي اتش على طول على طول. ده مهم جدا كاستخدام، لان في ناس بيكون عندهم دوالي في الاسوفجس في المريء، فانا لازم اسد الحاجات دي كويس جدا. طيب في حاجه انا كنت عايز انبه عليها من الفيديو اللي فات. الاي دي اتش احنا قلنا كيميكال ترانسميتر، كيميكال ترانسميتر ده يخليك فاكر العمر كله. لو انا اتعرضت للحادثه والنزيف انا عايز افتكر اللي حصل. عشان كده يقولوا من ضمن الاكشنز اوف اي دي اتش ان هو بيزود الميموري الذاكره، بعكس الاوكسيتوسين اللي جينا درسناه قبل كده. ليه؟ الاوكسيتوسين هرمون خاص بمرحلة الولادة، الليبر، خاص بالرضاعة. مرحلة الولادة بتبقى مرحلة مؤلمة لأي ست، أي ست في المرحلة دي تقول لك آخر مرة أنا مش هخلف تاني، خلاص مش قادرة، إنه ألم فظيع. طيب ربنا عايزها تكرر التجربة دي مرة واتنين وتلاتة لتعمير الكون، فيطلع الأوكسيتوسين ده يعمل أمنيزيا، فقدان لذاكرة الولادة. بعد ما تولد بفترة خلاص نسيت الآلام، علشان تقدر تعيد التجربة دي تاني وتجيب ولد أو بنت أو هكذا. فبالتالي خلي بالك إن ليه علاقة برضو بالميموري، وده شيء طبيعي. حادثة حصلت زي ما ذكرت قبل كده في فيديوهات السنسوري، وقلت لك إن في حاجة اسمها سينابتيك بلاستيسيتي، المخ عنده القدرة إن هو يفتكر حدث بشكل كبير أو ما يفتكروش حسب خطورته. طب ما هو الحادثة دي وأنا أقدر أنسى الحادثة؟ لا، هفتكرها هفتكرها، مش قصدي طول الوقت، أي حاجة هتفكرني بيها هفتكرها. فده اللي حصل، الـ ADH بيزود الميموري، ولكن الأوكسيتوسين بيعمل العكس. طب ده الأساس بالنسبة لنا. كده في هذا الفيديو شرحنا الـ actions of ADH بالتفاصيل المملة. إن شاء الله في تكملة فيديو الـ ADH هنتكلم عن الكنترول، إمتى الـ ADH ده يتفرز بزيادة وامتى يبقى انهيبيتد ما يطلعش. وهنشوف بقى ايه علاقة الاوزمولاريتي والفوليوم عليه، ده مهم جدا. وهنشوف هل يا ترى مع الالم اي دي اتش يتفرز ولا لا. طب واللي بيشرب خمرة كتير الاي دي اتش يطلع ولا لا. طب وايه اخبار الدراجز الالفا والبيتا ادرينرجيك على افراز الاي دي اتش؟ ونتكلم عن الـ ADH disorders، الخلل، سواء قل الـ ADH والـ ADH لما هيقل هنقول لك أسبابه، ونقول لك اسم المرض إيه وإزاي تشخصه. ولما يزيد إفراز الـ ADH زاد بسبب إيه وإزاي نشخصه. الفيديو القادم ADH Part 2 هتلاقي هفكرك بقى بكارديو فاسكولار سيستم، دور البارو ريسبتورز سواء ارتيريال عادية،
pulmonary artery, stretch receptor, atrial receptor. هفكرك بقى بسي في اس لان احنا هنتكلم على الكنترول، وهتلاقي فيديو القادم داخل فيه جزء هايبوثالاموس هاير برين فانكشن. لان انت بتقولي اوزمولاريتي عليت، اوزمولاريتي عليت ايه علاقتها بنسبه الميه في البلازما، ومين الريسبتور اللي هيحس بده، والريسبتور ده موجود فين، وايه علاقته بالمصنع اللي يطلع الاي دي اتش. ان شاء الله تابعوني في الجزء الثاني في الاي دي اتش في الفيديو التاسع. كان معاكم دكتور محمد فايز.